بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل مع بعض موضوع النون برودكاست مالتي اكس او اس بي اف. زي ما قلنا في الفيديو السابق ان عندنا هنا مجموعة من الفروع، الفروع دي انا محتاج اربطها ببعض، وقلنا ان انا عندي هنا في المربع الواصل بينا هنا ده اريا زيرو، على اعتبار ان راوتر واحد واثنين وثلاثة واربعة دولت موجودين في فرع رئيسي لمنشأة ما، والأربع رواتر دول كل راوتر كونكتد بأريا مختلفة. فمثلا راوتر أربعة كونكتد بأريا اسمها الأبر إيجيبت أو الصعيد دلتا زون أو بمنطقة الدلتا البحر الأحمر القنال. أنا بحتاج أربط الفروع اللي موجودة في كل زون أو في كل أريا بالهيد كوارتر بتاعنا او باريا زيرو الباك بون اريا. فالاوز بي اف علشان يعتمد موضوع الدي ار او الديزيجنيتد راوتر والباك اب ديزيجنيتد راوتر، لازم طبعا زي ما قلنا يكونوا واصلين بسويتش واحد علشان استغل وجود الرواتر دي كلها في مبنى واحد او في غرفة واحدة او في راك واحد. فالاوز بي اف اوتوماتيك بيسلكت حاجه اسمها راوتر اي دي، والراوتر اي دي مبدئيا بيعتمد على معيار الاي بي ادرس. لو خدنا بالنا هنا راوتر 1 و2 و3 و4 هنلاقيهم واصل بيهم 13 مثلا 001 14002 14004 14001 وهكذا. الرواتر الأربعة دول هنبص على أكبر أي بي أدرس فيهم، أكبر أي بي أدرس فيهم. فلو خدنا بالنا أكبر أي بي أدرس في الرسمة هو 14، واحد تاني يقول لك طيب ما في هناك مثلا 51 أو 41، لا ملناش دعوة، احنا عايزين نبص على الزون، على الزون دي، الزون دي داخليا من السويتش للراوتر، الانترفيس اللي واصله ما بين الراوتر والسويتش. فاكبر اي بي موجود عندنا 14004، والمعيار ان انا ابص على اول خانه على الشمال، اول اوكتت على الشمال. فلو في 14004 ابص بقى 14003 مين اكبر الاربعه، لان اخر خانه هي المعيار بتاعي ساعتها. اما لو عندي مثلا 20003 و14003 يبقى ال 20، لان انا ببص على اول خانه على الشمال. ومن التوبولوجي اللي عندنا هنا بالاوز بي اف كونفيجريشن اللي احنا اخدناها مع بعض، 14004 ده اكبر اي بي، و14003 ده تاني اكبر اي بي لدينا. طيب انا محتاج بقى اعرف الاوز بي اف ازاي عمل سيليكشن للراوتر الزعيم. هنروح مثلا على راوتر 2 هنا كده، نعمل عليه دبل كليك، نجيب السي ال اي بتاعنا ونقول هنا انيبل، وبعد كده شو اي بي اوس بي اف نيبر. الامر ده بيوريني مين هم الجران اللي شغالين اوس بي اف زي، واللي انا بيني وبينهم كراوتر كونكشن بنعمل بيها ابديت للراوتينج تيبل او للال اس اي لينك سيت ادفرتايزمنت تيبلز بتاعتنا. فندوس انتر كده هنلاقي مع بعض ان انا عندي هنا شوية معلومات. عندنا هنا 14004 14003، هنا اختار 14003 ان هو يبقى الدي ار، هو ده الديزيجنيتد، مع العلم ان احنا من شوية قلنا ان 14004 المفروض يكون هو الدي ار. طيب 14001 فين هو؟ ده اللي احنا اصلا واقفين عليه،
ومفيش موجود هنا بي دي ار او باك اب ديزيجنيتد راوتر. طيب تعالى نعمل نفس الامر من 14.0.0.2 الراوتر واحد، ونيجي هنا نقول له انيبل شو اي بي اوس بي اف نيبرز، وتعالى كده نتفرج هنلاقي هنا ان الدي ار 4 تمام صح كده، والبي دي ار 3 خد وقته عشان يعمل عمليه الايه الانتخاب. طيب نراجع تاني هنا كده نفس الامر تاني، الدي ار هنا 3 والبي دي ار مش موجود. ممكن بقى نيجي على الراوتر ده كده ونقول له سيف دبليو ار، ونعمل ريلود للراوتر ده عشان يعمل ابديت تاني للناس او للمعلومات الموجودة عنده في السيستم. وكمان ممكن نيجي على السويتش ده نفسه انيبل ونقول له ريلود. لما هنعمل ريستارت للسويتش ده ايه اللي هيحصل؟ كل الانترفيس بتاعته هتطفي وتنور في نفس الوقت، فده يضمن ان الاوس بي اف يعمل عمليه الكشن او عمليه انتخاب سليمه، لان كل الرواتر دي هتدخل الخدمه او هتدخل للراوتينج تيبل في نفس الوقت. وطبعا عشان نضمن ده نعمل برضو كمان مره انيبل وريلود كمان مره تاني عشان اضمن اكتر ان كل الراوتينج كاش اللي موجود ما بين الرواتر دي الاربعه اتمسح وبيحتاج يتبني من جديد. ومش هدوس على فاست فوروردنج هنا، مش هدوس عليها علشان اديله وقت ان هو يبتدي يابديت التيبلز بتاعته بشكل سليم. طبعا العمليه هتاخد وقتها، واثناء ده هتلاقي بقى الرواتر هنا تبتدي تابديت مع بعض اوتوماتيكيا كل الترانزاكشنز بتاعتها، ويبتدوا هم بالاربعه يتخشوا في عمليه نيجوشيشن علشان يسلكتوا مين فيهم الراوتر الزعيم. فنيجي نعمل شو اي بي اوس بي اف نيبر تاني، ونشوف هنا الدي ار هنا بقى مين بقى 14.0.0.4 تمام. ده كده هو الراوتر الزعيم بتاعنا اللي هو 14.0.0.4، و 14.0.0.3 المفروض انه هياخد وقته عشان يبقى البي دي ار او الباك اب ديزيجنيتد راوتر. شو اي بي اوس بي اف نيبر، الدي ار 4 هنا، البي دي ار خد 3 خد 1 بدل 3 حاجه زي كده. بنحتاج بقى ان احنا نريلود الرواتر كلها مع بعض، وبعد كده نريلود نعمل ريلود للسويتش بعدها. فانا هعمل ريلود للراوتر ده كمان انيبل ريلود للراوتر ده، وبسرعه اروح على السويتش ده عشان اضمن ان محدش فيهم يخش قبل التاني. ريلود ريلود هنا انيبل ريلود، وكمان مرة على السويتش ده انيبل ريلود. وبكده يبقى كل الكاشد
راوتينج تيبل اللي على الرواتر دي المفروض ان هو اتمسح كليا وبيحتاج ان هو يريبيلد الراوتينج تيبل من جديد. نشوف بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. هياخد الوقت بتاعه. ويبدا الـ OSPF يأبديت السيستم تاني. Enable Show IP راوت الأول. نشوف كده. هل الراجل ده جاب كل الشبكات؟ اه تمام. جاب كل الراوتينج تيبل اللي عندنا. دي الشبكات اللي احنا حطيناها فعلا بالفعل. Show IP OSPF neighbor. هنا الدي ار فعلا 4 والبي دي ار 3. كده السيستم بقى شكله سليم 100% واصبح راوتر 4 ده اسمه دي ار وراوتر 3 ده البي دي ار. وبكده راوتر 4 ده او الراوتر الزعيم ده اي راوتر هنا يحتاج يأبديت السيستم كله باي معلومة يكلم راوتر 4. وراوتر 4 بالتبعية لما يحب يأبديت اي حاجة في التوبولوجي كل الناس تستمع اليه وهو بس اللي يرسل اي تعديلات او اي اضافات جوه النتورك.